نروح لكابتن كريم. كابتن كريم يعني يمكن في كرة الماء في عدد كبير جدا من البراعم اشتركوا في البطولة دي. أعمار سنية 2010 11 يعني إيه الأعمار السنية اللي شاركت؟ هو إحنا البطولة جمعت من أول عمر مواليد 2013 ولغاية مواليد 2010. يعني 13 12 11 10 أربع مراحل. تمام. وهو يعني إحنا أساس البطولة دي إحنا من بداية فكرتها كان يعني إن إحنا كنا بنأهل لاعبين إن هم يبقوا خلاص جاهزين للمنافسة من أول بطولة رسمية يقدروا يخشوا فيها. ممتاز. فكانت الفكرة ان احنا نبني لهم الاحتكاك من بدري، يبتدوا ان هم يعدوا رهبة اول ماتش، اول سباق حضرتك عارف طبعا، اول دخلة في الملعب، اول حمة البداية. حمة البداية وبالذات في الاولاد الصغيرة يمكن بتبقى الموضوع فيها اعلى شوية، لان ما بيكونوش اكتملوا لسه سايكولوجيا والجهاز العصبي بتاعهم. وهي ساعدتنا كتير فعلا في الفترات اللي فاتت. ابتديناها اول واحده يمكن ما كانتش حتى الاعداد فيها كبيره زي دلوقتي، كنا في حدود حاجه و80 لعيب، دلوقتي الاعداد تضاعفت يمكن اربع او خمس مرات عن كده. 300 ثلاث اكاديميات في رينج 300 لعيب، ثلاث اكاديميات مشاركين فيها تقريبا بالكامل الاولاد كلهم. هي اتلعبت في الجزيره السباحه، كره الميه لعبناها في الجزيرة. اهل الجزيره والسباحه كانت في اهل مدينه نصر. ما ده عشان المساحات طبعا يبقى عندنا مساحات كافيه نظرا للاعداد الكبيره اللي هي كانت مشاركه فيها. سليم 100%. وهي كانت استفاده لينا كلنا يعني احنا كقطاع ناشئين بنشغلين عليها. يعني كلمنا بقى بتفاصيل الايفنت نفسه، يعني كان كام يوم، عملتوا ايه في اليوم الاول الثاني الثالث، يعني كلمنا على تفاصيل كده الدوره نفسها. طيب هو احنا اتلعبت على ثلاث ايام، كنا مقسمينها لثلاث مراحل، 2010 مع بعض و2011 و12 و13 كانوا مع بعض، معموله ليجز او دوريات للثلاث مراحل. من المنافسات اتفضل يا كابتن. اتعملت اكنها ثلاث بطولات للثلاث مراحل، بس عملناها في وقت واحد على حمامين السباحه، فتحنا ثلاث ملاعب وكنا شغالين في الماتشات في نفس الوقت. طبعا عشان احنا في الصيف والحر ما نقدرش نطول على الناس، لان احنا بنتكلم في عدد 300 لعيب باهليهم تقريبا اولياء امورهم، احنا بنتكلم في حوالي تقريبا في رينج الالف بني ادم كانوا موجودين على الحمل. بس الحمد لله يعني الحمد لله ان احنا كان تنظيميا قدرنا نعملها ناجحه، استفدنا كتير منها جدا، شفنا مواهب ظهرت قصادنا في الملعب بعكس حتى ما احنا في التمرين. الولاد كسروا روتينية التمرين، كسروا الخوف بتاعهم، وابتدت من تاني يوم تحديدا تظهر حاجات كويسة جدا عن أول يوم. يمكن أول يوم كان فيه رهبة من الولاد شوية وهم بيلعبوا، من تاني يوم ابتدينا لا يعني في ولاد كتير ظهروا بمظهر مشرف جدا. احنا عن نفسنا احنا بتبقى فرصه لينا ان احنا نقيس برضو شغلنا عامل ازاي ونحدد المرحله الجايه، ودي واحده من اهم الحاجات اللي احنا بنبقى البطوله دي هي محدده لينا فيها برضو، ان احنا بنقيس نفسنا زي ما بنقيس الولاد هم وصلوا لغايه فين، احنا بنشوف برضو احنا تطورنا قد ايه عشان نقدر نحط المرحله اللي بعديها خطتنا هتبقى شغاله ازاي في التدريب. نعم، وده خلي بالك ده مجهود يعني تشكروا عليه، وكمان بيبقى الولاد بيستنوها من سنه لسنه. خلي بالك يعني الولاد بيبقوا مستنيين الدوره التنشيطيه دي، لانه معلش هي بتبقى ماتشات بس جوه النادي بتاعه. فبيبقى نوعا ما يعني منافسات، بس يعني بتقول بحنيه شويه موجوده. طبعا طبعا احسن من هو ضغط الماتشات. هي عشان كده لا كنت بشرح لحضرتك ان هي بدل ما بيخشوا اول مره على الرهب طول بطوله وعلى ماتشات بتمتصوا انتوا دي بقى جوه النادي. ومن ضمن الحاجات برضو ان هم الولاد احنا بنتمرن في ثلاث اكاديميات في ثلاث اماكن مختلفه، فبتبقى فرصه لان احنا بنميكس الولاد مع بعض. هي ما بتلعبش كل اكاديميه باسمها، لا كله بيلف، الفرق كلها بتلعب مع بعض، الولاد كلها بيتعرفوا على بعض، لان هو ده المستقبل، هيبقوا فرقه واحده مع بعض باذن الله يمثلوا النادي الاهلي مع بعض.